خبر عاجل وردنا الآن من صنعاء يدخل الفرحة في قلوب كافة أبناء الشعب اليماني. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام اليوم عن التوصل إلى اتفاق بين اليمن والسعودية لمعالجة بعض القضايا الإنسانية والاقتصادية. وأوضح عبد السلام في منشور على حسابه بمنصة إكس أن الاتفاق نص على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة. وأكد الاتفاق على استئناف طيران اليمانية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد الرحلات إلى 3 يومياً وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة. وأشار رئيس الوفد الوطني إلى أن الاتفاق تضمن عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الطيران الجوية اليمانية، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق